كل لسان من روحي من جسدي حب فتى هب نداء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أم طالبة من مدينة فاس، جيت اليوم التحق بالإخوان والأخوات في هذه الوقفة الاحتجاجية اللي دارت في مدينة الرباط، لأن احنا للأسف منعنا من وقفة احتجاجية سلمية، منعنا من وقفة احتجاجية سلمية لمدينة فاس. جيت اليوم من هنا بغيت نوصل الصوت ديالي. حنا راه والله ما من هوة الشوارع، حنا ناس بغينا نربي وليداتنا وبغينا نخرجوا ابناء صالحين لهذا الوطن. وليداتنا والله ما من هوة الاضرابات، وليداتنا راه من المتفوقين، الكسول فيهم على الاقل جايب 16، راه والله ما حنا من هوة الاضرابات وما تنعرفوش الاضرابات وما تنعرفوش السياسه وما عندناش مع السياسه. راه الملف ديال ولادنا تيقول لك تسيس، والله سيدي ما عندنا مع السياسه، حنا فقط مواطنين مغاربه ننتمي الى هذه المملكه المغربيه الشريفه. والله ما عندنا شي هدف خايب، راه الا كان ولادنا تيطالبوا بجوده التكوين، بغاو يكونوا غدا اطباء كفاء، ما بغاش غدا يخرج طبيب ما عارفش حتى يكتب له اوردونونس، راه تيدافع على التدريب ديالو، تيدافع على جودة التكوين، على الاكتضاد، على الاكتضاد اللي تيقراو فيه. والمشكل اننا تقمعوا ولادنا بتوقيفات وبطرد البعض من الطلبة. ما بغيناش هاد الشيء، ما بغيناش هاد الشيء، بغينا سيدنا يتدخل يفكنا هاد المشكل. الله يرحم جلالة الملك سيدي الحسن الثاني رحمه الله ونصره. الله يرحم سيدي الملك الحسن الثاني رحمه الله ونصره، رحمه الله راه سيدنا محمد نصرك الله وأيدك وجعلك تاجا فوق رؤوسنا، دخل في حق وليداتنا، راك انت الاب الراعي ديالنا وأملنا فيك سيدنا. الله يخلي لك وليداتك ويخلي لك صحيحتك ويشافيك لينا. الى ما تدخل في هذا الملف ديال الطلبه فكنا المشكله سيدنا. نداءنا الملك، ما بغيناش داك الزيرويات اللي شدوا ولادنا، ولو عندنا شرف لينا ان ولادنا خداو داك الزيرو لانهم تيطالبوا بحقوقهم. ما بغيناش داك الزيرو، بغينا دوره استثنائيه فين يدوزوا وليداتنا الامتحانات، وبغينا دوك الموقوفين يترفع عليهم العقوبه ديال التوقيف، والمطرودين يترفع عليهم العقوبه ديال الطرد ويرجعوا مع الاخوان والاخوات ديالهم. السلام عليكم، معكم عاكف ياسير ممثل عن اللجنه الوطنيه لطلبه الطب وطب الاسنان والصيدله بالمغرب. كما شفتوا اليوم الاباء نظموا واحد الوقفه هي اسمها مسيره شموع، اللي كيعبروا فيها على الصمود ديالهم والمسانده ديالهم للطلبه والابناء ديالهم تجاه الظلم والتوقيفات اللي تعرضنا لها، وهذا عدم فتح باب الحوار اللي تعرضنا ليه من شهرين وحنا كنتسناو الحوار، اكثر من شهرين وحنا كنتسناو، من 15 فبراير وحنا كنتسناو الحوار يتحل على اساس انه يكون واحد الحوار بناء اللي نحاولوا نلقاو فيه حلول باش هالطلبه هادو كاملين يرجعوا للمدرجات ديالهم والمستشفيات ديالهم، وهاد الاباء هادو يتهناو عليهم، حيت راه لاحظتوا معنا الاباء راه كيعيشوا تما واحد الظروف نفسيه صعيبه، لا ما يمكنش تشوف الابن ديالك والابنه ديالك جالس في الدار وتبقى انت مرتاح، ما يمكنش، حيت راه واحد الابن ديالك بالنسبه لك مشروع اللي خدمتي عليه حياتك كامله وتشوفه كيضيع بحال هكا بسبب واحد القرارات اللي هي غير عقلانيه ولا غير منظمه، ما يمكنش. حنايا حنا في اللجنه الوطنيه ما كنفهموش زعما علاش التعنت هذا وعلاش هذا التاخر في فتح الحوار، في حين انه كنا نقدروا نحلوا المشكل زعما في الشهر الاول ولا الشهر الثاني. حنا التوقيفات هذه راه كتزيد غير احتقان في صفوف الطلبه. اي انا واحد من الموقوفين بمدينه الرباط، كاينين ثلاثه ديال الطلبه توقفوا في مدينه الرباط، ما كاين تحريض. واش انا الطلبه هادو حرضتهم جبتهم بالزز
كاين الدعوه للمقاطعه ما تشوها ما يمكنش. طلبه هنا كاملين صوتوا على المقاطعه وصوتوا على الملف المطلبي بالاجماع، واللي ما باغيش يقاطع واللي ما باغيش يجي راه ما كيجيش، راه ما كنفرضوا على حتى شي واحد حتى شي حاجه. حنا كنخدموا بواحد المبدا ديمقراطي، كلشي كنصوتوا عليه، كلشي زعما كيكون بالاجماع ولا بالاغلبيه الساحقه. حنا عندنا اربعه المطالب بالنسبه لهذه المغالطه هذه ديال 45 على 50، كنبغي نصححها زعما من خلال المنبر ديالكم من هنايا. بغيت نقول لكم زعما ما كايناش هاد 45 على 50، وكون كانت فينا هو هاد محضر اتفاق، وكون كان شي محضر اتفاق بالنسبه اللي كيجمع الطرفين لا الوزاره والطلبه، كانوا الصحفيه اول وحده زعما غتوصل بهاد المحضر الاتفاق. ما كاينش محضر اتفاق، وكاينين في محضر الاجتماع المقترح محضر اتفاق اللي شافوها الطلبه ورفضوه بنسبه 99.8، كانوا فيه بعض التواريخ اللي تم الاخلاف ديالها، وهذا الشيء زعما ما يمكنش. هما ديجا بداو كيخلفوا زعما الوعود ديالهم، حنا بغينا نثقوا فيهم، حنا ثقنا فيهم عامين، حنا كننتظروا زعما يوفيوا بالوعود اللي عطاونا عامين منذ صدور القرار. عامين والطلبه كيتسناو زعما البلوره ديال هذا القرار في شي رؤيه واضحه كباقي طلبه في المغرب، يكون عندنا واحد المسار دراسي واضح. حنا السلك الثالث ما عندنا عليه حتى شي فكره، حنا كنتسناو، كنتمنى من الوزير والمسؤولين في هذه البلاد هذه يشوفوا في الطلبه ويشوفوا في الوالدين باش نحلوا المشكل في اسرع وقت، والطلبه يديروا التفرغ الدراسي، لا العطله الصيفيه ولا كل شيء. حنا ما عندنا ما نديروا بداك الشيء في ظل جوده التكوين. حنا حاجه واحده اللي بغينا هي جوده التكوين، نحافظوا عليها ان شاء الله. شكرا.